تحيه طيبه في كل البلدان المتطوره او البلدان التي هي في طور التطور تعقد الصفقات ويتم التعامل مع جهات استثماريه ودوليه وشركات عامه وحتى افراد من اجل اتمام عمل معين حتى تتفرغ هذه الدوله لانجاز عمل او مشروع اخر وتعدد المشاريع هو اول خطوه نحو التقدم لكن بشريطه ان تكون هذه الصفقات مدروسه من جميع النواحي والجهات حتى لا تخسر الدولة وبالتالي يجوع شعبها وينتشر الظلام بين صفوف مجتمعها وتضطر الى اللجوء لزاوية القروض التي تكون مقترنه بفوائد قد تعجز الدولة عن سدادها وبالتالي اجيال هذه الدولة راح تدفع الثمن بالمستقبل. مدارسنا احيلت لصفقة مستشفياتنا أحيلت لصفقة، حتى قوتنا وسلتنا الغذائية اليوم هنالك صفقات من أجل استيراد سلتنا والتغاضي عن دعم منتجنا المحلي، لأنه ببساطة شروط الصفقة قد تقول هكذا في بنودها. دعونا نتكلم بصراحة، هل المشاريع التي يتم إحالتها إلى صفقات أو شركات تم تسليمها في موعدها؟ هل المدارس التي تم تهديمها بصفقه لانها قالوا آيله للسقوط تم اعاده بنائها من جديد؟ هل اللجان المكلفه بدراسه جدوى المشاريع والصفقات رفعت تقريرها الى الجهات المعنيه بان الصفقه الفلانيه غير ناجحه وصار لزاما علينا تغييرها والتلاعب ببنودها بحسب ما يتلائم مع ظروفنا؟ اليوم صفقات كثيره يتم التوقيع على اتمامها ورقيا. لكنها لم تنفذ على ارض الواقع والمصيبه ان اموالها المرصوده هي من قوت الشعب ونحن كشعب لم نحصل لا على المال ولا على مخرجات هذه الصفقه وبقى المستفيدون يسرحون ويمرحون ويتمتعون بقوت شعبنا وماله فالمليارات الضائعه عمدا وفسادا كان من الاولى تحويلها الى بناء مدرسه او جامعه او مركز بحثي او مستوصف صحي او مصنع يتم تشغيل العاطلين عن العمل فيه. اليوم في حلقه برنامج عين العلم سوف نتحدث عن الصفقات وما تحمله من سيء الصفات والتي لو صرفت على الشعب لكان حالنا افضل بكثير مما نحن عليه الان فلا بطاله ولا تشرد ولا ضياع ولا طاقات شبابيه مهدوره تجوب الشوارع والطرقات. الملتقى بعد الفاصل تحية طيبة سادة الاكارم واهلا بكم الى حلقة جديدة من البرنامج العلمي التربوي المجتمعي برنامج عين العلم الفاصل اللي ظهر قبل لحظاته هو لطفل عراقي يزرع شجرة هذا الطفل هو يمسح الجام في التقاطعات المرورية هذه الحالة هي موجودة في اغلب المحافظات العراقية وفي اغلب المناطق وفي جميع تقريبا جميع التقاطعات المرورية هذول اطفال الشوارع اللي أحيانا يقال إنهم قد يتحولون إلى مجرمين إلى إذا لم يتم استيعابهم لأنه من السهولة استغلالهم بمبلغ بسيط جدا من المال سواء كانوا ذكور أم إناث وهذه الحالة منتشرة بكثرة خصوصا بعد فترات النزوح وبعد اجتياح تنظيم داعش للعراق وبعد الأزمة المالية لضربة العراق والعراقيين اليوم لما تروح لأي بلدان متطورة تلقى متسولين لكن هم محتضنين لثقافة معينة هذه الثقافة تدر عليهم أموال تلقى اللي يعزف بيانو اللي يعزف جيتار اللي على العود اللي آلات موسيقية اللي يرسم يعني يمتلك ثقافة معينة تدر عليه بالأموال ليش أنه كدولة وجهتهم نحو العمل الصحيح نعم هو مجرد يخليهم عايشين يأكلون ويشربون ويبيتون جو سقف لكن اليوم أنا عندي الآلاف من أطفال الشوارع اللي المفروض اليوم يكونون في مدارس لكن شلون يروحون المدارس وإحنا ما عندنا شيء اسمه مجانية التعليم في حين الدولة العراقية ووزارة التربية ووزارة المالية مخصصين أموال المدارس العراقية لكن بصراحة هل المدارس الحكومية اليوم من يروح لها الطالب أو التلميذ هي بلا أموال؟ المدارس اللي قاعد يوصل لها قاعد توصل وسائط نقل حكوميه مجانا الملابس اللي قاعد يلبسها الطالب هي ملابس مجانا وزعت هي الدوله القرطاسيه واللوازم المدرسيه والكتب المنهجيه هي انطت هي دولة لا كلها اليوم اشتريها فحال المدارس الحكوميه حال المدارس الاهليه باستثناء الفرصه الدراسيه او المبلغ او القسط الدراسي اللي قاعد يدفعه ليش لانه وسائط النقل لازم على الطالب وللامر اللوازم المدرسيه والقرطاسيه والكتب المنهجيه لازم على الطالب وللامر الحقيبه المدرسيه لازم على الطالب وللامر الملابس المدرسيه لازم على الطالب وللامر في حين هذه قبل قبل سنوات كان العراق بحصار اقتصادي وينطي نفط مقابل غذاء ودواء لكن هذه الامور كلها متوفره من الدوله العراقيه حتى الدفاتر اللي يكتب بها الطالب الواجبات المدرسيه مالته او التلميذ يكتب واجباته المدرسيه هي من الدوله من وزاره التربيه العراقيه. اليوم ارخص دفتر تشتريه ب 3000 دينار واحسب ثلاثه في عشر مواد يراد لك ثلاثين ألف دينار هذه فقط للثلاث أشهر الأولى إذا كان ولي أمر عنده خمس أولاد هم تلاميذ فلازم يجهز مئة ألف دينار فقط للدفاتر أضف إلى ذلك الكتب والملابس ووسائط النقل لأنه ماكو ببساطة ماكو مدرسة قريبة أو بعض أولياء الأمور يخافون على أولادهم أنه يسيرون بهذه الشوارع المليئة بالأطيان والمجاري الطافحة والمياه الأمطار اللي غرقتها وماكو طريق يوصلون للمدرسة إلا بوسيطة أو وسائط نقل سيارة باص ستاركس أيا كانت الوسيلة وهذه تحتاج فلوس ولهذا اليوم اغلب الشوارع اللي هم اللي موجوده بالعراق بها اطفال هم اطفال الشوارع بلا تعليم بلا مدارس قله قليله تلقاهم يروحون يجمعون الخمسة آلاف ولا ال 10000 دينار باليوم الكامل وهذا يقسمها بالنص نص يروح يشتري بها لوازم ويداوم مدرسه والنص الاخر يصرفها على بيته ماكو شيء اسمه رعايه اجتماعيه فقط للي عنده واسطة أو للي يروح يتوسل بمدير شبكة الرعاية أو الحماية الاجتماعية حتى يصرف لهم رواتب فاليوم أنا عندي أطفال يمسحون الجامعة مال السيارات وينتشرون بكثرة إحنا كناس اليوم نخشى نوقف بالتقاطعات المرورية لأنه إذا تنطي يقول لك ها أنت قاعد تشجع على هذه الحالة إذا ما تنطي أنت تموت قهر لأن تشوف طفل واقف والشمس تصقع براسه صيفا والمطر على راسه شتاءا وهي صار ان احنا بالشهر الرابع وبعدها الامطار مستمره والامطار موجوده ومبلل تلقاه والدنيا بارده ويمسح لك جامعة تضطر تنطي ناس اللي قاعده بصفك يجوز يقول لك انت ليش تشجع على هذه الحاله طيب مو الدوله ما احتضنتهم ام هذول اطفال الشوارع كان من المفترض انه يكونون اليوم في الحاضر هم طلاب وفي المستقبل هم قاده حتى يقودون هذا البلد لأنه الشيء أو المجتمع لما يؤسس على بنيان قوي على علم قوي على مجتمع قوي راح يكون بالنهاية مستقبل أجيال قوي جدا وراح يكون بمصارعة مع التطور للبلدان المتطورة والمتقدمة أما تجي تقول لي صفقات وعنوان حلقتنا اليوم صفقات أما تجي تقول لي صفقات وفساد مليئة بمؤسسات ووزارات الدولة هي السبب أقول لك نعم هي السبب لأنه أنت لما ضيعت صفقة لسيارات صفقة لكتب صفقة لطباعة الكتب المنهجية كان من المفترض أنها يتم هذه الصفقة تتم في داخل العراق وحولتها إلى بلدان مجاورة ودول أخرى وانطيت ملايين الدولارات كان من الممكن لهذه الملايين أنه تصرفها على شعبك اليوم كل مواطن يحمل الجنسية العراقية والهوية العراقية لازم تكون إلى حصة من خيرات العراق من ثروات البلاد النفط والثروه السمكيه والزراعيه اللي بلشت يقضى عليها شيئا فشيئا وثروات اخرى كثيره حتى موضوع السياحه الدينيه وهذه كربلاء والنجف والسياحه في اقليم كردستان هذه كلها المفروض الشعب العراقي له حصه بها اليوم لما يكون البلد منتعش اقتصاديا هذا الانتعاش يجب ان يحول الى افراد هذا البلد والى افراد هذا المجتمع اليوم لما تروح الى الامارات ما تلقى شيء اسمه اطفال شوارع، ما تلقى شيء اسمه متسولين، ما تلقى شيء اسمه يعني عمل لا يليق بصاحب الشهاده، كل واحد بشهادته ولهذا اليوم اقتصادها قوي، وهذا الحال ايضا موجود في قطر، اقتصادها قوي رغم المحاربه هي لا زالت قويه. ليش؟ لانه ماكو شيء اسمه ضياع الثروات وضياع الحقوق واكل الحقوق وماكو شيء اسمه فساد حتى لو وجد فهو بنسبه قليله جدا. قد يكون الفساد بنسبة عشرة لكن الشيء الصالح هو بنسبه 90 فالحسنات يذهبن السيئات والامور الصالحه هي التي تظهر امام العيان يوم لما تروح الى اي محافظه عراقيه وعلى سبيل المثال اقليم كردستان والشاهد البنيان والشاهد الشوارع تقول انه اكو عمران اكو بناء اكو ازدهار اكو تطور هذا الشيء لماذا لا ينقل الى بقيه المحافظات؟ اليوم ليش كل المحافظات وحتى بغداد العاصمة يجون الأربيل حتى يتمتعون بالنظافة وبالهواء النقي وبالحدايق وبالبنايات وبالفنادق هذا الشيء ليش ما ينقل إلى بغداد في حين بغداد أغنى وأكثر واردا اقتصاديا وهي المركز هذه الأمور اللي نريد نتحدث بها اليوم أنا عندي صفقات إذا أنا ما حاربت أول صفقة فاسدة فبقية الصفقات ما راح أقدر أحاربها وبالتالي أجيالنا اللي راح يدفعون الثمن وهذا لاطفال الشوارع هم خير دليل ومثال على اللي قاعد يصير في مجتمعنا اليوم عنوان حلقتنا صفقات ورح نتحدث عن الصفقات التي لو تحولت الى صفقات صالحه بدل ما هي طالحه اليوم وفاسده لو تحولت الى صفقات صالحه ماذا سيكون وضع الناس ماذا سيكون وضع الشعب ماذا سيكون وضع المجتمع اما فيما لو تبقى فاسده وتبقى طالحه وتبقى غير صالحه لخدمه الناس وهي مجرد حبر على ورق لم يتم اجراء وانشاء واتمام اي شيء منها فالنتيجه ستكون كارثيه وماساويه، ابرزها الاطفال اللي منتشرين اليوم في الشوارع يجوبون الطرقات والتقاطعات من اجل الحصول على 250 دينار اللي هي بالدولار 150 سنت او 170 سنت. يعني يمسح لك جامة ويتوسل بك حتى تنطي الربع واللي كريم يجوز ينطي ألف اللي هي تقريبا تسعين سنت فهذه الأمور كلها اللي قاعد نتحدث بها في أمور مأساوية لو بقيت الصفقات فاسدة راح يكون نتيجتها مأساوية أبرزها بالأطفال ونهايتها بالخريجين العاطلين عن العمل وانتشار البطالة وبالتالي لما تنتشر البطالة اللي متعلمين يشوفون نفسهم بهذا الحال غير المتعلمين او اللي ينوون التعلم راح يعزفون عن التعليم وبالتالي راح تنتشر عندك الافه مال الاميه وما الى ذلك من مشاكل مجتمعيه. في كل حلقه احنا نركز على ابرز الاحداث والقرارات اللي طرات على وزارتي التعليم او القرارات اللي خرجت من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وما له شان وصله. بالعمليه والمسيره التربويه في العراق ضمن فقره اخبار عين العلم فنبدا بالخبر الاول واللي هو من بابل بمركزها مدينه الحله وبماذا او ماذا قام اهالي بابل بمركزها الحله لوزاره التربيه وماذا قدموا؟ نتابع تفاصيل هذا الخبر. متبرعون يبنون عشره صفوف مدرسيه في بابل. أوضحت المديرية العامة لتربية بابل عن وجود مجموعة من المتبرعين من أهالي المحافظة ترجموا معنى الشراكة المجتمعية عن طريق مباشرتهم بالمساهمة ببناء عشرة صفوف مدرسية ضمن بناية ثانوية سيناء المختلطة. قال المكتب الإعلامي أن كوادر قسم الأبنية المدرسية في تربية بابل تشرف على عملية إنشاء الصفوف التي ستسهم بدورها بفك الاختناق بأعداد الطلاب في الصف الواحد الذي يؤثر بدورة على عملية فهم وإدراك المناهج الدراسية هذا وإشادة الوزارة بالروح الوطنية اللي يتحلى بها المواطن العراقي المخلص لبلدي اليوم أنا عندي سؤال وهذا السؤال أتمنى أنه يوصل إلى رجال الدين ويجابوني عليه أولياء الأمور مشكورين أنهم أدوا هذا الشيء اللي هو مو واجبهم بصراحة هو مو واجبك أنه أنت تروح تبني مدرسة أو تبني صف نعم لخدمة الأولاد لخدمة أولادي لخدمة أولياء أولاد أولياء الأمور الآخرين هي لخدمة العملية التربوية ككل لكن أريد أوجه سؤالي اليوم أنا كولي أمر عندي أولاد سواء كان اثنين ثلاثة عشرة مسجلهم في مدرسة وهذه المدرسة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتعمير لما أنا أروح وهذا السؤال الى رجال الدين، اتمنى انه يوصل ويجاوبون عليه. لما أنا اروح وادي واجب غيري، هل يعتبر هذا هو تشجيع على الفساد لغيري؟ يعني لما انا لما اروح ادي واجب مثلا مدير تربيه اللي هو عنده موازنه مخصصه لاعاده التعمير، واذا ما كان عنده يرفع طلب الى الوزاره يقول لهم هذه المدرسه لو تسدوها لو تعمروها. وبالمقابل بالمقابل اروحاني كولي امر اصلح هذه المدرسه او ابني صفوف لهذه المدرسه فهل أنه اني بتاديه واجب غيري اللي هو حكوميا وشرعيا واداريا مكلف باعاده تعميره وبناءه لما اني ادي واجبه يعتبر حرام علي؟ يعتبر انه أنا شريك في جريمه التشجيع على الفساد؟ لانه هذا لما يكون المدرسه آيله للسقوط بتقرير ولما يجون أولياء الأمور يعمروها ويرتبوها ويخلوها يعني مناسبة للتدريس لخمس أو عشر سنوات مقبلة ويرجع نفس الشخص المعني يرفع تقرير للوزارة ويقول لهم يابا بعد ما دزت للمبلغ طبعا لأنه الوزارة لما يدزولهم يعني خبر أو تقرير مديريات التربية وتحديدا مدير عام التربية في المحافظة الفلانية أنا يعني ما دا أتحدث عن بابل أنا أتحدث على كل المحافظات وخصوصا المحافظات اللي عانت ازمه التحرير والعمليات العسكريه واللي مدارسها تعرضت الى قذائف وتعرضت الى صواريخ وتعرضت الى عمليات قتاليه قرب من عدها. فاصبحت آيله للسقوط او البناء مالتها متزعزع يعني متهري في اي لحظه تسقط السقوف وتسقط الجدران على رؤوس اولادنا وطلابنا. لما يرفع تقرير الوزاره راح تدز مبلغ او تحيلها الى مقاوله من اجل اعاده بنائها. طيب لما يرفع التقرير بعد ما تستحصل الاموال، يقول لهم هذه المدرسه اصبحت جاهزه، هذه الاموال وين راح تروح؟ انا لما اجي اعمرها وادي واجب غيري هل يعتبر هذا تشجيع على الفساد؟ فاتمنى رجال الدين انه يسلطون الضوء يعوفون هذه امور الامور الالكترونيه والله لا تخلي ابنك يلعب بالموبايل كذا ساعه لا تخلي ابنك يلعب ببجي لا تخلي عوفوا هذه الامور وركزونا على الفساد اليوم خطب الجمعه لما نروح نصلي الجمعه والله العظيم احيانا يصيبنا الملل لانه ما قاعد يتحدثون على شيء يمس الحياه اليوميه المجتمع العراقي هو شنو الفايده من خطب الجمعه؟ اناقش اللي قاعد يصير بالحاضر، مو احكي لك على امور تاريخيه صار لها الاف السنين الطفل يعرفها، وكل كتب التاريخ احنا نقراها ونعرفها، نعرف الهجره ايش صار بيها، نعرف الاسلام شلون انتشر، نعرف ابو بكر وعثمان وعلي وبقيه الخلفاء الراشدين عليهم السلام، نعرف الائمه، نعرف ال... ال البيت كلهم نعرفهم، الحمد لله والشكر. أريدكم تحشون على اللي قاعد يصير في بلدنا من فساد اليوم إذا بقينا على هذا الحال وأنتم كأئمة وخطباء وشيوخ ما تحشون بهذه القضية أنتم صوتكم مسموع أكثر حتى من عدنا إحنا كإعلاميين أنتم لما يكون صوتكم واصل بآذان المفسدين والفاسدين وأصحاب الرأي وأصحاب القرار رح يكون أكو تغيير بالمجتمع خطب الجمعة والمنابر الحسينية والجوامع لو كلها توحدت على قضية واحدة مجتمعية يعاني منها الناس لكان تم اصلاحها. اليوم لما اكون أني أؤدي أمور غيري كحكومة كناشط مدني لما اروح اشتغل وانظف شارع وبلدية عندها آليات مصفطتن وخالتهم بالجراجات، هذا مو تشجيع على الفساد، هذا مو تشجيع على الإهمال، هذا مو تشجيع على الاعتماد علينا كشعب انه نؤدي واجب الحكومة. فجاوبونا يا امه الدين ويا رجال الخطباء ويا الشيوخ اللي قاعد تسل يعني قاعد تصعدون على منابر الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام الرسول في وقت نشر الاسلام كان يدعو الى اصلاح المجتمع ما كان يدعو فقط الى نشر الدين الاسلامي كان يدعو الى معالجه مشاكل يعاني منها المسلمون آنذاك، واليوم احنا مسلمين وقاعد نعاني من مشكلة فساد، قاعد نعاني من مشكلة إهمال، قاعد نعاني من مشكلة تقصير، حتى اللي صار بالعبارة بالموصل لما غرقت هو بسبب إهمال وتقصير، ما حد بيكم حكى وقال إنه هذه بسبب تقصير وفساد وروحوا حاسبوا المفسدين، لا. أثنى في بعض الجوامع وبعض الشيوخ للأسف، تحياتنا لهم ولا يزعلون هذا كلام واقعي. أني قبل لا أكون إعلامي أني مواطن قاعد أشوف اللي قاعد يصير في بلدي. لما صارت العباره وغرق اكثر من 200 شخص عراقي من اهالي الموصل كانوا يريدون يرفهون عن نفسهم انذاك بعطله بعطله نوروز وغيره يعني وسقطوا ضحايا بسبب فساد واهمال يعني الكثير من الشيوخ والمشايخ ما تحدثوا عن الامور واتجهوا الى امور تاريخيه كنا نعرفها طيب ليش ما حكيتوا على السبب اللي ادى واللي هو طلع بالنهايه هو واير اللي 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 قلب هذه العباره وراح يطلعون الفاسدين من عده مثل الشعره من العجين. طيب هذه مو مشكله مجتمعيه؟ اليوم لو كانت المشاكل المجتمعية تطرح في الإعلام وعلى المنابر الإعلامية وتطرح على المنابر الدينية والإسلامية ومنابر الجمعة من قبل أئمة وخطباء وشيوخ العراق وحتى بالمنابر الحسينية لكانت الأمور ما وصلنا إلها إلى هذا الحال فاليوم أنا سؤالي لما أدي واجب غيري وغيري مستلم فلوس عليها فلأنه أنا شريك بعملية التشجيع على الفساد ننتقل إلى الخبر الآخر لكن قبل أن ننتقل أنا أوجه تحية إلى المتبرعين اللي بنوا هذه الصفوف المدرسية العشرة وإن شاء الله الله يجعلها في ميزان حسناتكم لكن شنو فائدة التربية في بابل شنو فائدة وزارة التربية؟ شنو فائدة الحكومة اللي خصصت أموال للتعليم العالي وللتعليم وللتربية؟ مو المفروض يصرف على مثل هكذا أمور؟ ننتقل إلى الخبر الآخر كوادر مدرسية تفتتح مختبر لمادة العلوم، نتابع. أشادت وزارة التربية بموقف الكوادر التدريسية العاملة في مدرسة الصفا. الابتدائية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة بغداد الرصافة الثانية لمساهمتهم في افتتاح مختبر لمادة العلوم وأوضح المكتب الإعلامي أن افتتاح المختبر جاء للتأكيد على أهمية الجانب العملي لمساهمته في إيصال المعلومة بشكل مبسط مضيفا أنه سيكون أيضا عامل دعم لأبناء التلاميذ مما سيسهم برفع المستوى العلمي لديهم مثال على المشاركة المجتمعية هذا مثال آخر على المشاركة المجتمعية لما يكون طلاب أولياء أمور غير متبرعين رجال أعمال وحتى رجال دين لما يشاركون في عملية بناء صفوف في عملية بناء مختبرات في عملية تهيئة المختبرات بالمستلزمات والأدوات فهذه كلها مثال على المشاركة المجتمعيه، واحنا بحاجه ماسه الى امور عمليه. لانه ببساطه الطالب اليوم وصلنا الى مرحله انه يقرا حتى بس ينجح، مو يقرا حتى يتعلم، وهذا المفهوم الخاطئ اللي قاعد يصير في اغلب مدارسنا الحكوميه وحتى الاهليه، هذا المفهوم الخاطئ الذي اصبح مخترق لمنازل الناس وبيوتات الناس لدرجه انه الام او الاب يعلمون الطالب حتى بس ينجح ما يعلمه بوسيلة حتى هو يتعلم والفكرة أو المعلومة تترسخ في باله فبالتالي لما تشوف طالب قرأ ونجح وعبر إلى مرحلة ثانية تسأل ببساطة عن مواد المرحلة السابقة ما يتذكر من عدها شيء ولا يعرف أنه هو أخذها أو لا يعني هو بصراحة يعني دارخ أو حافظ مو فاهم حفظها واحنا كنا كبشر ان قابليه على الحفظ لما تتكرر عندنا الحاله اكثر من مره لكن لما نكون ما فاهميها بعد مرور شهر او شهرين او سنه ننساها هذه الفكره لانه يعني هي ما ترسخت في بالنا فاحنا اليوم بحاجه الى وسائل تعليميه عمليه من اجل ترسيخ المفاهيم العلميه في عقول الطلاب والتلاميذ وحتى على مستوى طلاب جامعه ها حتى طلاب الجامعه اليوم تلقى طالب دراسات أولية مرحلة ثانية وثالثة وحتى رابعة تسأل على مواد المرحلة الأولى ما يذكرها لأنه هو درسها حتى بس يعبر ويحصل الشهادة عبر للماجستير تسأل على مواد الدراسات الأولية الأربعة الأربع سنوات هم ما يذكرها لأنه هو درس حتى بس ينجح ما درس حتى يتعلم وما درس أو ما فات مختبرات عملية اليوم في أغلب الجامعات العراقية تنطي المادة نظرياً وما تغطيها بالجانب العملي. لا في حين انه قرارات وزاره التعليم تقول لك انه ثلاث ساعات على العملي وساعتين على النظري، لكن احنا فاهمين القضيه بالمقلوب، قاعد ننطي النظري حقه وما قاعد ننطي العملي حقه، والدليل هذه مختبراتنا. بعضها مهجور وبعضها مسروق وبعضها بوبها مقفوله وضايع المفتاح ما حد يدري بي كدليل على أن هذا المختبر ما حد قاعد يدخله ننتقل الى الخبر الاخر حتى ما يداركنا الوقت الخبر رقم ثلاثة قرار جديد بخصوص انتقال الموظفين من الوزارات الاخرى الى التعليم العالي والبحث العلمي نتابع حيث قررت وزارة التعليم العالي منح أولوية نقل الموظفين من الوزارات الأخرى إلى الجامعات المستحدثة حيث وافق وزير التعليم العالي على منح الاولويه لنقل الموظفين من الوزارات ومنها الصحه، البيئه، الصناعه، المعادن، الصناعه والمعادن الى الجامعات المستحدثه لحاجتها الى الملاكات التدريسيه والوظيفيه، وان الوزاره ستشرح بمخاطبه وزاره الصحه والبيئه بشان نقل الاطباء من حمله الشهادات العليا الى الجامعات المستحدثه، علما ان وزير التعليم وجه بعدم السماح بانتقال الملاكات التدريسية في الجامعات المستحدثة إلى الجامعات الأخرى أرجع لي زي المخرج بصراحة سبب اختيار البعض أنه يتساءل إحنا ليش وزير التعليم خصص هذا الخبر تحديدا أو نقلوا وزارة التعليم نقلت هذا الشيء تحديدا اليوم أصبحت عملية فتح كليات أو جامعات اللي يسموها الجامعات والكليات المستحدثة من أجل الحصول على درجات وظيفية لأنه مثل ما تعرفون ما تفتح كلية إذا ما يخصص لها درجات وظيفية، موظفين، فنيين، عاملين نظافة أو عاملين خدمة، أساتذة، تدريسيين، معيدين إلى آخره من هذه الصفات والدرجات الوظيفية. المشكلة أنه صار عملية وكأنه التفاف على عمليات التعيين يعني يفتحون الكليه والجامعه الاهليه او الجامعه الحكوميه مستحدثه يتم التعيين بها بعدها يطلب نقله الى جامعه اخرى تكون قريبه على بيته او قريبه على محافظته فاليوم اكو قرار منع انتقال الاساتذه والموظفين من الجامعات المستحدثه الى الوزاره أو الى الجامعات الاخرى في ذات الوزاره وزاره التعليم وهنالك امكانيه منح الأولوية للمتقدمين للانتقال من الوزارات الأخرى إلى وزارة التعليم العالي لكن شرط إلى الجامعات المستحدثة لأنه هي اليوم بحاجة إلى ملاكات تدريسية ووظيفية إلى آخره ننتقل إلى الخبر الآخر واللي هو يتحدث عن عامة المجتمع العراقي وعامة الموظفين العراقيين أو الذين ينون التوظف أو التعين في وزارات الدولة اللي هم الاجراء اليوميين اخر القرارات الوزاريه هو قرار وزاري بتحويل الاجور اليوميه الخبر رقم اربعه تحويل الاجور اليوميه في جميع الوزارات العراقيه الى عقود وشمولهم بحقوق موظفي ملاكات الدوله. نطالع تفاصيل هذا الخبر. حيث قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 105 لسنه 2019 بخصوص تحويل اصحاب الاجور اليوميه الى عقود. وشمولهم بالامتيازات كافة من تاريخ 9 4 2003 ولغاية 31 12 2018 هذا الخبر وهذا القرار أكو بعض الإشكالات في هذه النقطة إحنا اليوم بالشهر الرابع وعندي معينين بعقود أو بأجور يومية صار لهم شهرين وثلاثة أشهر وبالمناسبة هنالك جهات تستفيد في عملية توظيف عقود او اجور يوميه، يعني حالها صار حال الدرجات الوظيفيه بعد ما تم اقرار الموازنه وتحويل كل اصحاب العقود والاجور اليوميه الى التعيين على الملاك الدائم. اليوم انا عندي بعض الامور اللي اريد اناقشها، الامر الاول انه من تاريخ 9/4/2003 ولغايه 31/12/2018 اني عندي بعد هذا التاريخ يعني بعد تاريخ 31/12 يعني من تاريخ 1/1 خلينا نقول ولغاية اليوم يعني ثمانية أربعة أنا عندي أصحاب عقود تم تعيينهم أو عندي ناس تم توظيفهم في جامعة في مدرسة في أي وزارة من وزارات الدولة بصفة أجر يومي لما يكونون بصفة أجر يومي صار لهم ثلاثة أشهر هذول شنو موقفهم لغاية الآن لم يحسم هذه نقطة النقطة الثانية تقول أنه كل شخص يغيب اللي هو أجر يومي يغيب بسبب ظرف معين لا تحسب إلى الأجور طيب وين الحقوق اليوم أنا كموظف لما يصير عندي ظرف طارئ أكو شيء اسمه إجازة أكو شيء اسمه رصيد بالإجازات لكل موظف مثلا 15 يوم بالسنة طيب أنا لما أشمل العقود والأجور اليومية بالكافة الامتيازات اللي يتمتع بها موظف الدولة على الملاك الدائم فلازم أشمله في كل شيء لما أقول بكافة يعني في كل شيء فنتمنى أن القرارات الوزارية تكون فعلا كاملة يعني أنا لما عندي الموظف بأجر يومي أو الموظف بعقد صار لطارئ صار لفت حادث لا سامح الله فالمفروض حالة حال الموظف يعطى إجازة ويتمتع بكافة الحقوق والامتيازات أما تجوني بقرار جائر وتعسفي وتقولون والله إذا صار لفت شيء وتغيب فيخصم من عنده أو يخصم من راتبه هو تقاعد قاعد سبعة آلاف أو عشرة آلاف فكيف راح تخصمون من راتبه يعني هو قد راتبه حتى ما تحسبوا هي نعم حسبتوا له الجمعة والسبت حالة حال الموظف لكن هو أيضا بشر من الممكن أنه يتعرض إلى حالة أو حالة خاصة أو ظروف طارئ فيمنع أنه يمارس دوامه أو يمارس عمله فنتمنى مراجعة بعض الفقرات القرار هو إيجابي ولخدمة كافة الناس اللي هم أجراء يوميين وحولوهم إلى عقود والعقود راح يتم تحويلهم إلى التعيين على الملاك الدائم لكن بالمقابل أنا لازم من أقول انطاتك حقوق وامتيازات فمعناته أني فعلا طبقت هذه الفقر فنتمنى أنه مراجعة بعض الفقرات من قبل المستشارين لرئيس الوزراء دكتور عادل عبد المهدي وهذه قرار امانه عامه لمجلس الوزراء، يعني ماكو قرار تتخذه الا بعد اجتماع هيئه راي وخبراء ومستشارين ومختصين في هذا الشان، فما اعرف كيف فاتتهم هذه الحاله ما ندري، ننتقل الى الخبر الاخر واللي هو يتحدث عن الضوابط بخصوص منح خريجي المجموعه الطبيه وثائق تخرج، نتابع تفاصيل هذا الخبر. حيث وافق وزير التعليم العالي على منح خريجي كليات المجموعة الطبية والمهن الصحية بوثائق التخرج وحسب الضوابط الجديدة والشروط الموضحة في الكتاب الرسمي طبعا هذا الكتاب الرسمي إذا يرجع لي زميل مخرج هذا الكتاب الرسمي وهذه بعض الضوابط والشروط اللي راح أقرأها بصورة سريعة الخريجون اللي عندهم خدمة فعلية ما تقل عن أربع سنوات بعد إنهائهم مدة التدرج الطبي المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رقم 6 لسنة 2000 في وزارة الصحة أو ما يماثلها في الوزارات الأخرى يمنحون الوثائق من قبل الجهات المانحة في وزارة التعليم العالي على أن يتم تقديم ما يؤيد ذلك بكتب رسمية من وزارة الصحة ولا يطالبون بالكفالة، هذا واحد. اثنين الخريجون الذين لم يكملوا مدة التدرج الطبي لا يمنحون وثائق التخرج بأي حال من الأحوال ولا يمنح كذلك الخريجون من قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والجامعات والكليات الأهلية ثلاثة الخريجون الذين أكملوا مدة التدرج الطبي فقط ويرغبون بالحصول على الوثائق الدراسية فيتم منحهم الوثائق بعد إكمالهم الإجراءات التالية أولا تقديم كتاب رسمي من وزارة الصحة يؤكد إكمال التدرج الصحي ثانيا تنظيم كفاله عقاريه او شخصيه في وزاره الصحه بما يعادل النفقات الدراسيه لمده دراسه الطالب الجامعيه والمحدده بما يعادل نصف اجور الدراسه لقناه التعليم الحكومي الخاص الصباحي وكل حسب التخصص. اربعه استنادا لقرار مجلس الوزراء حول هذه الوزاره او خولها بطلب كفاله عقاريه او شخصيه يكون مبلغ الكفاله المدفوع من قبل الطالب بما يعادل النفقات الدراسيه لمده دراسته. الجامعية بقية التفاصيل هي موجودة في الكتاب الرسمي الصادر من وزارة التعليم دارة التخطيط أو دراسات والتخطيط والمتابعة الدراسات والتخطيط قسم الدراسات والتخطيط هذه ضوابط منح خريجي المجموعة الطبية أو خريجي المهن الصحية لوثائق التخرج ننتقل إلى الخبر السادس واللي هو يتحدث عن الطلبة المؤجلين بالدراسة المسائية نتابع يعني التفاصيل ايقاف استيفاء الاجور من الطلبه المؤجلين بالدراسه المسائيه، حيث وجهت وزاره التعليم العالي الجامعات كافه بعدم استيفاء الاجور الدراسيه من طلبه الدراسات الاوليه المؤجلين بالدراسه المسائيه، حيث حصلت موافقه وزير التعليم على عدم مطالبه الجامعات بالاجور الدراسيه لطلبه الدراسات الاوليه المسائيه المقبولين وفق القانون 15 لسنه 2016 بسبب تاخر اجراءات استحصال عدم الممانعه من دوائرهم على الدراسه. علما انه جميع الاجراءات المتعلقه بالقانون من صلاحيه الوزاره حصرا، ليش؟ لان هنالك بعض الوزارات قاعده تمارس هذه العمليه وقاعد يستحصلون الاموال، اليوم وزاره التعليم وجهت بايقاف استيفاء الاجور من الطلبه المؤجلين بالدراسه المسائيه. نتمنى انه هذا القرار ما يشملون فيه فقط طلاب الدراسات الاوليه، انا يعني عندي طلاب دراسات عليا على النفقه الخاصه قد يتعرضون الى ظروف طارئه والى حالات خاصه تمنعهم انه يكملون الدراسه لكن هم مقبولين على النفقه الخاصه لما ياجلون يعني ما من الممكن انه يدفع القسط الدراسي فنتمنى انهم مراجعه القرار بهذا الخصوص، هذا بسبب مناشدات كثيره حقيقه توصل من طلبه الدراسات العليا. على النفقة الخاصة الذين يرغبون بالتأجيل إلى سنة دراسية أخرى. ننتقل إلى الخبر الأخير حقيقة مفرح جدا لما جامعة مثل جامعة الأنبار توصف اليوم بجامعة الانبهار. ليش؟ لأنه جامعة ما صار لها ثلاث سنوات أو أقل من هذا من هذه الفترة بكثير لما خرجت من أزمة كبيرة اللي هي أزمة النزوح وتعدد المواقع والمراكز البديلة للجامعة وأكثر من موقع بديل والطلاب تأذوا لكن اليوم لما رجعوا إلى جامعتهم أثبتوا للجميع بأنه جامعة الأنبار العلم فيها لا يتوقف وستؤدي مهامها ودورها في مواكبة التطور والتقدم على بقية الجامعات العراقية اللي هي أمنيا مستقرة إداريا مستقرة ما عانت اللي عانت جامعة الأنبار اليوم جميل جداً لما تكون هنالك فعاليات ومهرجانات ثقافيه وشعريه وما الى ذلك وحتى مسابقات دينيه وجامعه الانبار تحصل على مراكز اوليه برغم المآسي والمشاكل اللي عانتها خلال الفتره اللي مضت بكل كلياتها بكل اقسامها حتى مختبراتها اليوم عادت نشاطها وجابت اجهزه والطلاب قاموا يدخلون عملي ويشتغلون بايديهم لساعات متواصله فهذا دليل على انه اليوم فعلا العلم لا يتوقف في جامعه الانبار وستبقى مواكبه للتطور والتقدم والحصول على مراكز اوليه ومتقدمه مقارنه بالجامعات العراقيه حتى بالامور البحثيه اليوم نلقاها متقدمه فمفرح جدا لما جامعه مرت بظروف صعبه واليوم ترجع توقف على رجلها وتواكب التقدم والتطور. جامعه الانبار مراكز متقدمه تحرزها ثقافيا، نتابع التفاصيل. حيث احرزت جامعه الانبار مراتب متقدمه في المسابقات والفعاليات اللي اقامتها جامعه الكوفه بين مختلف طلبه الجامعات العراقيه ضمن اسبوعها الثقافي، تضمنت قراءه القران الكريم ومسابقات شعريه وفعاليات الخط. والرسم نتابع بسم الله يعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> يا

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أم طبعا كل التحية إلى كادر جامعة الأنبار ابتداء من رئيس الجامعة وانتهاء بأصغر طالب في الدراسات الأولية للمرحلة الأولى في كل كليات الجامعة لليوم لما تقام مثل هكذا فعاليات الكل يتسارع من أجل التسجيل مسابقات قرآنية مراكز متقدمة مسابقات شعرية ما شاء الله مراكز متقدمة ومسابقات الخط والرسم وإلى آخره من هذه الفنون فاليوم جامعة الأنبار ليست فقط مثقفة علميًا لكنها مثقفة بالجانب الثقافي فكل التحية إلى جامعة الأنبهار حقيقة لأنه لما تكون جامعة تعرضت إلى ظروف صعبة بالسنوات أو بالأشهر الماضية واستطاعت خلال فترة قليلة أنه توقف على رجلها وتحصل على مراكز متقدمة فهذه بحد ذاتها هي إنجازات تضاف إلى. إنجازات أو سلسلة إنجازات جامعة الأنبار. بعد الفاصل نلتقي لنواصل ما جاء في حلقتنا التي تحمل عنوان: صفقات. من جديد اهلا بكم، اليوم انا في بدايه الحلقه تحدثت عن الصفقات اليوم الصفقات اللي هي صفقات فساد في بعض الاحيان هذه مبالغ الفساد اذا بقت تصرف على الفاسدين وتترك واليوم المشكله حتى الفاسد او المفسد واللي يكون متهم ومتلبس بالجرم المشهود لا يتم معاقبته اذا كان كمسؤول مباشره يقول لك ها اقاله وكانها قرار البراءه بالنسبه له، طيب والاموال اللي بقت بذمته واللي تحولت الى عقارات في داخل وخارج العراق، شنو موقفها؟ اليوم هذه مبالغ الفساد لو حولت لبناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحيه او حتى مصانع انا ذكرت في مقدمه الحلقه لو مصانع يتم تشغيل بها الكثير او المئات من الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، مصنع يجر مصنع وبهذا أني يعني راح أقضي على شيء اسمه بطالة، حتى اللي متعين في في مصنع لما يكون عمله ما يليق بشهادته مباشرة يقدر ينتقل إلى مصنع آخر، اليوم في كل البلدان والدول المتطورة لما يكون الموظف ما عاجبه الشغل يروح يدور على شغل آخر وخلال أسبوع يلقى الشغل ويأسس به حياته ويبدي مشوار جديد بصلب ومركز شهادته. اليوم أنا عندي مشاكل هذه الصفقات واللي هي صفقات فساد ألقت بظلالها على الشباب أكثر شيء لأنه الشياب ما شاء الله عندهم راتب تقاعدي أو رعاية اجتماعية يوم مضبطين أمورهم أهل قبل مضبطين أمورهم مو مثل أهل هسه شباب هسه شباب هذا الوقت قاعد يعانون مشاكل ما شوفوها أهلنا وآبائنا وأجدادنا سابقاً لا شافوا الحروب اللي شافوها، لا شافوا شيء اسمه طائفيه، لا شافوا مشاكل مجتمعيه، ما كان شيء اسمه سرقه وتسليب وهذا الشيء. فبالتالي اليوم المشاكل اللي قاعد يواجهوها الشباب هي فريده او جديده على المجتمع العراقي، القت هذه صفقات الفساد بظلالها واثرت تاثير مباشر وسلبي على الشباب فادت الى تفشي ظاهره البطاله. بين صفوف الخريجين وحتى اللي ما تلقى عطال بطال تلقى صاحب شهادة وروح يشتغل شغلة ما تليق به مع جل احترامنا واعتزازنا لكل الأعمال الشريفة خلونا نشوف تقرير زميلنا خالد الربيعي من الموصل مركز محافظة نينوى وقصة شاب خريج جامعي من جامعة حكومية ما هو أو ما هي طبيعة عمله نشاهد التقرير ونعود بين مطرقة البطالة وسندان المهن المتواضعة خريجو جامعة الموصل يعلقون شهاداتهم فوق الجدران. ابراهيم شاب من مدينة سامراء حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم القرآن يعمل اليوم بذات المدينة والهدف هو جمع المال. أنا خريج بكالوريوس علوم قرآن جامعة سامراء. حاليا متواجد في الموصل اشتغل في الكوفيات اسطى مع النراقيل عصاير هيك شي يوميتي بصراحة عشرة أه الاف دينار لكن اجمعها عبر الايام بهدف واحد هو انه سمعت خلال هاي الفترة اصبحت التعيينات بالمادة او هيك شي في ظل صعوبه الحصول على وظائف حكوميه وتفشي المحسوبيه والبيروقراطيه وعدم التفات الحكومه الى معالجه مشكله البطاله التي تنهش احلام اكثر الشباب ومنهم إبراهيم الذي يعمل في هذا الكوفي بأجر يومي مقداره عشرة آلاف دينار فبعد قراءة الكتب والتميز الجامعي اليوم يحاول التميز في عمل النراجيل والعصائر قمت أسهر الليل والنهار وأشتغل وأتعب في سبيل أني أجمع المادة وأدفعها إذا صار لي قسمة وأتعين أكثر من أربع سنوات تم يحصل فيها خريجو جامعة الموصل على استحقاقهم من الدرجات الوظيفية ما خلف آلاف العاطلين عن العمل من الخريجين والذين مستعدين لدفع أي شيء مقابل الحصول على درجة وظيفية من محافظة نينوى خالد الربيعي قناة سامر الفضائية جديد اهلا بكم احنا ما حكينا شيء الشعب والخريج العراقي نفسه قاعد يقول اذا ما تجمع فلوس وتنطيها الى جهه معينه ما تقدر تتعين يعني حتى بهذا الموضوع اكو صفقه نتمنى من اللي يقولون ماكو هيك كلام وخصوصا الطبقات الرفيعه من السياسيين اللي لما تتصل بيهم وتقول لك يا ترى اكو فلان جهه قاعد تتعامل بمبالغ ماليه حتى تعين يقول لك لا ماكو هيك حكي طيب مو الجهة كل الناس وكل الخريجين بلشوا يعرفوها وهي موجهة بالحقيقة هي جهات تابعة إلى جهات أخرى أرفع والأرفع تابعة إلى أرفع وما تدري وين تنتهي هذه الجهات لكن اللي ندري أنه اليوم في أغلب الدرجات الوظيفية إذا ما تدفع أو ما تطيفد مبلغ معين ما تتروج معاملة تعيينك فهذه أيضا تعتبر صفقة بختام الحلقة أنا دائما عندي كلمة وبما أنني اليوم تكلمت عن الصفقات واللي جعلت الحق يذهب الى غير مستحقه لذا اذكر لكم حادثه هي ليست تمجيد ولا مدح ولكنها احداث سجلها التاريخ وفائدتها كانت على عامه الشعب انذاك، وعلى ذكر السيارات اللي مبلغها 250 مليون دولار يعني ربع مليار دولار امريكي، يعني كان من الممكن اعين بها خريجين او اسوي بها مصنع يشغلهم او ابني بها مدرسه او حتى مستوصف صحي لخدمه الناس. سنه 1971 العراق تعاقد مع الاتحاد السوفيتي على بيع العراق 8000 سياره نوع لادا من اللون الابيض حصرا بمبلغ 780 دولار للسياره الواحده وصلت الوجبه الاولى الى ميناء المعقل في البصره وتبين انه هذه السيارات ما مطابقه للمواصفات ليش لانه كوراديو بدون مسجل الوفد المتعاقد رجع مره لخ للاتحاد السوفيتي واستطاع الوفد أنه يخفض مبلغ 25 دولار لكل سيارة باحتساب مبلغ المسجل ثمانية دنانير عراقية يعني ما يعادل 25 دولار آنذاك لأن كان فرق العملة كبير الوفد رجع للعراق الوفد العراقي رجع فرحان لكن الحكومة العراقية آنذاك ما اقتنعت بمبلغ الخصم شكلت لجنة لتقييم سعر المسجل فكان قرار اللجنة بين سعر المسجل بين 10 إلى 12 دينار عراقي لذلك رفض العقد تم ترضية العراق آنذاك ب300 سيارة موسكوفيج مجانا حتى يتم تجريبها بالعراق تم الاتفاق على العقد وحيلت اللجنة الأولى اللجنة العراقية اللي راحت للاتحاد السوفيتي وحيلت إلى التقاعد مع غرامة 130 دينار لكل فرد من اللجنة هي مصاريف السفر من غير نتائج مرضية للعراق اليوم مليارات من الدولارات قاعدة تضيع برمشة عين وماكو صوت استنكار ولا من مطالب بالمبالغ المهدوره ولا حتى استرجاعها ولا يحاسب السارق بل انه ببساطه يقال من منصبه وكانه حكم بالبراءه والفلوس اللي راحت بصفقه فاسده هي مكافاه نهايه الخدمه لهذا السارق. الى الملتقى في حلقه جديده.